عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن تايلور زوجة القائد رياض محرز، وهي بتحتفل بعيد ميلادها والمفاجآت والهدايا من رياض واخواته، واجواء جميلة جدا جدا جدا. يلا بينا نشوف هي قد ايه فرحانة جدا جدا بكل المفاجآت والهدايا اللي جات لها، ولسه ما زالت المفاجآت مستمرة. مش بس كده، لكن كمان بنات رياض محرز موجودين، يعني ميلا واخواتها كمان موجودين بيحتفلوا بعيد ميلاد طيب. يوفقهم يا رب العالمين. وتايلور بجد من قد ما تستاهل كل خير، ربنا يوفقها يا رب العالمين، ووفق رياض محرز اللهم امين، ووفق حضراتكم اجمعين يا رب العالمين. بحبكم في الله، اشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل التوفيق والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.